كشف الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كشف عن أبرز ما جاء في تقرير أداء التحول الإلكتروني للنصف الأول من عام 2023. نعم، حيث بلغ مجموع المعاملات الحكومية المنجزة 2,200,000 معاملة إلكترونية، وذلك عبر القنوات الإلكترونية كالبوابة الوطنية ومتجر تطبيقات حكومة مملكة البحرين.